السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تأويل الرؤى والأحلام بين الخرافات والأوهام. أصبح كثير جدا من الناس حبيب ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين، يعني مشغولين جدا بتأويل الرؤى والأحلام. وأكثر الأسئلة اللي بيجيني أنا شخصيا كلها عن الرؤى والأحلام، وبقول لهم أنا لا أدري شيئا ولا أعلم شيئا عن علم الرؤى والأحلام. طيب، لكن وطبعا نظرا لعلم أهل التجارة وأهل الدنيا باحتياج الناس إلى هذا لهذه المسألة، فتحوا قنوات كثيرة جدا من أجل تفسير الرؤى والأحلام، ومنهم من عمل هواتف تجارية من أجل الرؤى والأحلام إلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتعالوا نرجع عشان نشوف الحكم الشرعي في هذه المسألة، تعالوا نرجع ورا شوية إلى عهد سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ملك مصر حبيبي لما شاف رؤية وحب ان حد يقولها له، فجمع الملأ اللي حواليه وقال لهم: يا ايها الملأ، افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤية تعبرون، يعني تعبرون الرؤية او تفسرون تلك الرؤى. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. إيه اللي خلاهم قالوا كده؟ مع إن أنت لو دققت في القصة، دول الملأ اللي حواليه، يعني من مصلحتهم إن هم يتقربوا إلى الملك ويتزلفوا إلى الملك ويقول له: حاضر يعني على عينينا هنفصل لك الرؤية حالا ونقول لك إيه تفسيرها بالظبط عشان إيه؟ عشان يرضى عنهم. لكن ما عملوش كده. ليه؟ لأن الرؤية في حد ذاتها تفسيرها فتوى. فتوى. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فالإنسان لما يعبر لإنسان عن رؤية معينة هو شفى، كأنه يفتيه في علم شرعي، فلابد أن يكون على يقين من صحة الكلام اللي بيقوله، وخصوصا أن أغلبه بيدخل في علم الغيبيات. واحد يقول له رؤية يقول له أبشر إن شاء الله هتتجوز، واحدة تقول له رؤية يقول لها أبشري إن شاء الله هتخلفي، واحدة تقول له رؤية يقول لها أبشري إن شاء الله فلوس جايلك في الطريق. ده علم غيب يا جماعة، ده علم غيب وفتوى، يعني فتوى وادعاء لعلم الغيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، فإذا يا جماعة احنا لما بنتكلم عن تأويل الرؤى، علم يحترم جدا جدا، لكن مش أي حد يتناول هذا العلم، ومش أي حد يتكلم في هذا العلم. أضف إلى ذلك حبيبي إن لا يصلح ولا ينفع ولا يجوز تأويل الرؤى والأحلام لا عبر التلفاز ولا عبر التليفون. ليه يا شيخ محمود؟ لأن رؤية وجه صاحب الرؤية، خد بالك بقى، معتبر جدا في تأويل الرؤية. إيه الدليل على كده؟ أكبر واحد على وجه الأرض بعد الأنبياء والصحابة كان يفسر الرؤى هو ابن سيرين رحمه الله رحمة واسعة. كان جاءه رجلان، فالاثنين شافوا نفس الرؤية. خدوا بالكم، واحد قال له أنا شفت في المنام أن أنا بأذن، والتاني قال له أنا شفت في المنام نفس الرؤية أن أنا بأذن. فنظر في وجه الأول وقال: أبشر ستحج إلى بيت الله عز وجل. قال: من أين أتيت بها؟ قال: من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ونظر في وجه الثاني وقال: أنت لص وسارق فتوب إلى الله. قال: من أين أتيت بها ومن أين عرفت أني لص؟ قال: من كتاب الله. قال: من قول الله عز وجل. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. خد بالك بقى، أنا ممكن أشوف رؤية ويكون حواليا خمسة شافوا نفس الرؤية، هل تأويل الرؤية بالنسبة لي هي نفس تأويلها بالنسبة للتانيين؟ يعني أنا لو شفت مثلا في المنام إن أنا بعوم في البحر بسرعة شديدة وعديت البحر بسرعة، وخمسة معايا شافوا نفس الرؤية، صدقني لو سألنا واحد متخصص في الرؤى والأحلام هيقول لك أنت تفسيرها بالنسبة لك كذا، واللي بالنسبة لك أنت كذا، وده كذا وده كذا، وكل واحد تأويل الرؤية بالنسبة له بيختلف عن التاني، مع إن الرؤية هي واحدة. عشان كده بقول لحضراتكم يا حبايبي، لابد في تأويل الرؤى والأحلام إن احنا نذهب إلى واحد يكون متخصص في تفسير الرؤى والأحلام، ويكون إنسان دين وعلى خلق وعلى دين وعلى تقوى وعلى ورع، حتى يفتينا في هذه المسألة. إن كانت الرؤى جميلة نطلب من يفسرها أو من يعبرها، وإن كانت مزعجة لا تطلبوا من أحد أبدا ذلك، بل استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، واطفلوا عن يساركم ثلاثا، وقوموا وتوضأوا وصلوا، ولا تطلبوا من أحد أن يعبر لكم تلك الرؤى. أما من خلال الهاتف أو من خلال التلفاز فلا يجوز ذلك. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.